أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. إذا نعود بكم إلى ملف هام أيضا يتعلق بالمشاورات المستمرة التي يقوم بها رئيس الوزراء المكلف الدكتور عمر الرزاز. اليوم كان له لقاء مع الأحزاب، وكان من بين هذه الأحزاب طبعا الحزب الأكبر، حزب جبهة العمل الإسلامي. للحديث عن هذا اللقاء معنا على الهاتف سعادة المهندس مراد العضايلة، مساعد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي. مساء الخير مهندس مراد. مساء الخير. الخير أخي عمر، حياك الله. مساء الخير لكم مشاهدين جميعا. اليوم التقى الرئيس المكلف مع الأحزاب من بينها حزب جبهة العمل الإسلامي، وأيضا تحدثت وسائل الإعلام عن مجموعة من القضايا طرحها المهندس مراد حضرتك أمام الرئيس. كيف كانت الأجواء؟ ماذا قلتم له؟ كيف انطباعك واستبشارك واستشرافك لتفاعل الرئيس مع الملاحظات التي قيلت؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة اليوم كان في لقاء لدولة رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز مع أمناء عامي الأحزاب الأردنية، وكان هناك الحقيقة مقدمة لدولة الرئيس تحدث فيها عن ملامح المرحلة وكيف أنه اليوم هو في وضع الأردن في وضع دقيق اقتصاديا وسياسيا، وأنه يواجه تحديات، وتحدث الحقيقة بالحديث الطويل حول الدور لمعالجة الأزمات. صحيح أنه في أزمة، لكن هذه الأزمة قد يكون فيها في مواطنها فرصة لإصلاحات حقيقية، خصوصا أن هناك توافق بين الحالة الشعبية وبين رأس الدولة الملك الذي يعني ينسجم في مع هذه الرؤية في هذه المرحلة. هكذا هو تحدث. جميل. وتحدث عن أنه يعني ما زال يقوم بالمشاورات، وقد يعني تأخر في التشكيل لأن هناك رغبة أن يكون هذا التشكيل معبر تعبير عن المرحلة التي نريد. وتحدث عن الولاية العامة، وتحدث عن النهج الاقتصادي، وقال اعترف بخطأ الحكومة السابقة في والذي هو كان جزءا منها في موضوع عدم تقدير الموقف في موضوع قانون الضريبة، وقال أنه سيتم مراجعة المنهج الضريبي كله بما في ضريبة المبيعات والدخل وغيرها. تحدث الحقيقة بكلام يعني إذا طبق أنا أعتقد أنه فيه كلام جيد، وتحدث أنه لا يمكن يكون في إصلاح اقتصادي إلا بإصلاح سياسي، وهذا أمر مرغوب. الحقيقة تحدثت الأمناء العامين بشكل عام، وتحدثت أنا باسم جبهة العمل الإسلامي في خمس نقاط رئيسية. النقطة الأولى الحقيقة قلت له أن الشعب الأردني اليوم أعاد للدولة الأردنية دورها وموقفها وقوتها. صحيح. اليوم الدولة الأردنية في أحسن ظروفها من حيث القوة السياسية، لأنها استندت على شعبها وأعاد شعبنا للدولة والنظام السياسي قوته، واليوم الآخرون يطلبوننا ولسنا نحن من يبحث عنهم. جميل. وفتحت الأبواب التي كانت مغلقة في وجوه الأردن. نعم. واليوم هذا الحالة الشعبية وهذا الشعب، هل سنهمله ونعيد إهماله كما كان سابقا خلال الفترات الماضية، أم نعيد الاعتبار لقواه الحية سواء كانت نقابات أو أحزاب، وهل سنعيد يعني محاصرة الأحزاب والنقابات، وهل نحاصر الحركة الإسلامية كما نفعل اليوم؟ اليوم مطلوب من الدولة أن تعتني بشعبها، فشعبها هو عنوان قوة هذه الدولة. جميل. القضية الثانية في نهج تشكيل الحكومات، تحدثت أنه اليوم دولة الرئيس أنت جئت في ظرف حساس، أنت جئت بعد تشكيل حكومة، بعد سقوط حكومة في الشارع. واليوم لا يراقبك فقط مجلس النواب والأحزاب، اليوم كل الشعب الأردني يرقبك ويتابع فعلك لحظة بلحظة ودقيقة بدقيقة، ويتابع كل ما يصدر عنك لأنه هو الذي سيحاسبك وليس البرلمان. وهذا يتطلب أن يكون التشكيل الحكومي اليوم فيه تشكيل سياسي وليس فقط تكنوقراط، وإنما يجب أن يكون هناك تشكيل سياسي. هل سنرى في حكومتك عناوين سياسية معبرة عن القوميين واليساريين والإسلاميين بحيث يكون لهم صلة بالشارع وقدرة على التواصل؟ لأن هناك الحقيقة في الحكومات من يأتي وزراء لا يعرفون الأردن. صحيح. لا يعرفون حتى قرى مثل قرية دلاغة ولا غيرها، وضربت نموذجا يعني لأنها من قرى الجنوب المنسية، هي الحقيقة لا يعرفون لأنهم يعيشون في خارج يعني يدرس في الخارج ولا يعرف عن واقع البلاد شيئا كثيرا. القضية الثالثة النهج الاقتصادي.
وهنا تحدثت الحقيقة عن الواقع الاقتصادي، وأن الحكومات خلال السنوات الماضية لم تكن تقدم حلولا للاقتصاد، وإنما تراكم الأزمات أزمة تلو أزمة، حتى وصلنا إلى المرحلة التي شفناها من الانفجار الذي جرى. هذا الأمر يتطلب نهجا جديدا في الاقتصاد، لا يعتمد على جيوب المواطنين، وليس فقط نظرة بنكوتية أو من أهل البنوك والمحاسبين يعني، وإنما نظرة الحقيقة تنظر إلى واقع الاقتصاد. وقلت له أنا ما بدي أطالبك باستثمار أجنبي، أنا بطالبك بس بعودة رأس المال الوطني إلى البلد. المليارات خرجت من البلد باتجاه دبي وتركيا وغيرها من الدول للاستثمار نتيجة الحالة الطارئة، ليس بسبب بس فقط يعني البيروقراطية وسوء الإدارة، وليس بسبب بعض أحيان حتى تدخلات أمنية، وإنما أيضا بسبب الفساد. بيجوا يقولوا له بنقاسمك ولا بتروح. الحقيقة هذا الأمر يحتاج إلى معالجة، وبدون إصلاح سياسي حقيقي لا يمكن أن يكون في إصلاح اقتصادي ومكافحة الفساد. النقطة الرابعة من سمرات. الرابعة تحدثنا الحقيقة عن الواقع البلد الآن. قلت باختصار شديد اليوم نشكر دول الخليج على مساعدتها للأردن، ولكن نحن لا نقبل أي مساعدة مشروطة على حساب سيادة الأردن أو على حساب مواقفه، سواء في القضية الفلسطينية عامة أو في القدس أو في الأقصى. نجوع ولا نفرط بالقدس، نجوع ولا نفرط بالأقصى، وهذا الحقيقة موقف مبدئي نطلبه للحكومة أن تثبت عليه وأن تثبت على مواقفها السياسية وشعبها معها بإذن الله تعالى. الأخير يعني في هذه الأجواء يعني كان هذا الكلام فيما يتعلق أيضا بالحفاظ على الحريات العامة واستمرار النهج الذي يعني يشكل. وتكلمت عن الولاية العامة للحكومة في النقطة الخامسة. وقلت له أنا هو تحدث عنها، قلت أنا أشكرك تحدث عن الولاية العامة، لكن فمن سبقوك من الحكومات تحدثوا عن ولاية عامة، لكن الواقع العملي للحكومات لا غير ذلك. وأنا ضربت مثال، قلت له نحن في العام الماضي أردنا أن نقيم احتفالية للحزب لمدة عام 25 عاما من تأسيس الحزب، طلبنا إذن من المحافظ فرفض، ومن وزير الداخلية فرفض، ومن رئيس الوزراء ورفض، ثم تحدثنا مع دائرة المخابرات العامة وأخذنا الموافقة على الحفل. فمن يمون؟ بوضوح قلت له الحقيقة نحن نرى أنه اليوم نطالبك أنه لا يكون المخابرات مسؤولة عن الحكومة والديوان مسؤول عن الحكومة، نريد حكومة مسؤولة عن ولايات العامة، هي التي تقود مؤسسات البلد، وهي من يعني ونحن سنكون معك في خلفك أن تكون صاحب ولاية عامة على قرار السياسي والاقتصادي في البلد. يعني أنا بعتقد أنها نقاط هامة يعني اليوم تناقلتها وسائل الإعلام وجوهرية وعميقة، وبدي أشكرك على وقتك. شكرا لك سعادة المهندس مراد العضايلة مساعد الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي. شكرا شكرا باشمهندس، شكرا.